سعيد ان انا معاكم في صفاقس في مهرجان المدينه، سعيد بهذا التكريم وهذا الحب اللي انا لمسته من ساعه ما وصلت تونس، وده مش غريب على اهل تونس، احنا في بينا حب وعشق بين الشعب المصري والشعب التونسي من قديم الازل. اولا مهرجان المدينه بصفاقس منفتح بنسبه 95% على الانتاج التونسي، 80% على الانتاج المحلي، منفتح بنسبة تقريبا 5% على الانتاج العربي، وهذا يعطي بعد الثقافي المتوسط العربي لصفاقس باعتبارها من العواصم اللي احتضنت ولا تزال تحتضن الأسماء الكبيرة في مجال الإبداع والفن. الجهه هذه تاعنا تسخر بالطاقات، سواء اللي سبقوني ولا العاصفين الليله اللي معايا، اللي تبارك الله يعني جيل جديد وشباب، يعني شفت التواصل هني شاكر وجميل الشابي من جيل يعني متقدم، يعني من يعزفوا مع يعني يعزفوا معهم جيل جديد، هذا التواصل. شوف هذه ثقه المسؤولين عن الثقافه في الجهه بتاعنا، اداره المهرجان او المنتدى او المندوبيه، هذه يعني يعطيك دفع معنوي للفنان وتعطيك فرصه تغني مع عملاق يعني الاغنيه العربيه هني شاكر، هذه كله دعم معنوي للفنان الجهه.